نحو عشرين تعديلا جذريا تضمنته مسودة الدستور التي كشفت عنها الرئاسة الجزائرية من أبرزها دسترة الحرك الشعبي وإمكان تعيين نائب لرئيس الجمهورية والعودة إلى منصب رئيس الحكومة وتحديد العهدة الرئاسية والنيابية بمرتين فقط سواء متتاليتان أو منفصلتان إلى جانب تأسيس محكمة دستورية بدل المجلس الدستوري الحالي فضلا عن تعزيز استقلال القضاء والتأكيد على الحقوق والحريات اهم مكسب يمكن ان نقول اننا حصلنا عليه وهو اطلاق حريه التظاهر وتشكيل الاحزاب وتاسيس الجمعيات بناء على مجرد تصريح يعني الدستور الان اذا بقي النص كما هو حد بشكل كبير من تدخل الإدارة في ممارسة المواطن للحقوق والحريات المتعلقة بحرية التعبير وبحرية التظاهر والتجمع أيضا كرس الدستور إلغاء جرائم الصحافة وكرس الدستور ايضا الغاء الرقابه القبليه على المنشورات الاعلاميه والصحفيه وهذه كلها يمكن ادراجها ضمن المكاسب المسوده ادرجت الامازيغيه ضمن الثوابت غير القابله للتعديل والتاكيد على حياد الاداره والحق في التعويض عن الحق الحبس الاحتياطي كما شهدت تغييرا واضحا في العقيدة العسكرية الجزائرية حيث أشار التعديل المقترح لأول مرة صراحة إلى إمكانية إرسال وحدات من الجيش الجزائري للخارج بعد موافقة البرلمان الممارسة هي التي سوف تؤكد إن تم الانتقال نقلة نوعية حقيقية في التغيير ام مجرد ربما عمليه ربما اصلاح للواجهه كما حدث في 2012 وفي التعديلات التي اتت فيما بعد، اعتقد انه سوف التعديلات سوف ترضي جزء من الجزائريين الذين وقفوا اصلا مع السلطه وكانوا يباركون الانتخابات، اما فيما يخص الحراك جزء مهم من الحراك اعتقد انه سوف يبقى دائما محافظ على مركز الرفض، مركز الاعتراض طالما انه يعتمد يعتمد على فكره التاسيس لتغيير الممارسات. مسوده الدستور. إلى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني قصد إثرائها باقتراحاتها القراءة الأولية تؤشر برأي المتابعين على قوة التعديلات المقترحة في رابع تعديل دستوري تشهده الجزائر في غضون عقدين وأول مسودة لتعديل دستوري لما بعد الحركة الشعبية محمد جراد الحرة الجزائر